كريم، احنا دلوقتي في سباق المطبخ، والسباق ده فيه مجموعه من الاختبارات. قادر تاخدها ولا مش قادر؟ قادر. اوكي، اول حاجه معانا ان احنا هنعمل سباق الشرب، هنشوف مين فينا اللي بيخلص العصير الاول. مستعد؟ مستعد. اوكي يلا ابتدي. حط الشفاطه بتاعتك. ازاي كده؟ ايوه كده. البسها البسها. انا ما بلبسهاش عشان انا بس كبيره في السن. يلا استنى بقول لسه اقول يلا. مستعد؟ ابتدي انت على طول كده. يلا مستعد؟ مستعد. ايه ابتدي. العربية دي النور بتاعها بايظ يا جماعة. استوب، ما انا خلصت. انت المدير؟ لا. عملت ايه؟ لا انت غفلتيني. خفلتك؟ غفلتيني. خفلتك يعني عملت ايه؟ انا عايزة بس ايه ده؟ ازاي؟ ازاي ايه يا ابني؟ ازاي؟ يا حبيبي ما هو الفرق بين بطنك وبطني، انا بشفط شفطة بتيجي كلها، انت لسه بطنك صغيرة. لا. يعني ايه اصلا غفلتيني؟ يعني انت وقعتي الكوباية خليتيني ابص ووقعتي الكوباية. انت قصدك ان انا بغش؟ اه. انت بتتهمني بالغش؟ اه. لا طبعا، ازاي تعمل كده؟ انا ما غشيتش، انت اللي مش قادر تشرب عشان بطنك صغيره. لو انت كنت قوي كنت عرفت تخلصها. يبقى كده في التحدي الاول مين اللي كسب؟ انت. برافو عليك. وده هيخليني اعمل فيك ايه؟ مستعد؟ مستعد. لا نزل ايدك. اه. مستعد؟ ما ترشيش على عيني. ما ترشيش على عينك، غمضها. ماشي. 1 2 3 خلاص. اقلع بقى. الحاجة باظت. الحاجة باظت؟ بس انت شكلك قمر، عملت لك هايلايت على بيربر. ايه الشعر الجامد ده؟ مستعد للتحدي التاني؟ ولا هتخسر بقى زي العصير؟ لا. وتقولي بقى بتخفليني؟ لا. بتخشيني؟ لا لا لا. هنشوف. ما